ولمناقشة وضع ميليشيا سوريا الديمقراطية في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي. سيد أسامة، مرحبا بكم. هناك أنباء تتحدث عن سيطرة الميليشيا الكردية على آخر معاقل تنظيم الدولة شرقي الفرات. بداية، كيف تقيم هذا التقدم وكيف تقيم التوقيت؟ الرحيم، أهلا بك يعني سيدي الكريم. فيما يتعلق بقوات ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، هناك أمر مهم على المشاهد دائما أن يتتبعه، وهو أن هذه الميليشيات تشتغل تحت غطاء جوي بمستويين، منخفض وعالي جدا. فهناك مع المعلومات التي تجمعها القوات الأمريكية وتوفرها للميليشيات الكردية، هناك مع أي تقدم هناك مرافقة جوية قريبة ولصيقة بعد تمهيد بالقصف الجوي بارتفاعات عالية. إذن هذه الميليشيات تتقدم تقريبا على أرض فارغة بعد أن يتم قصف الأهداف وقصف مرتين بطيران عالي الارتفاع وبطائرات الهليكوبتر والأباتشي خاصة. فلذلك هذه القوات في الحقيقة لا تستطيع أن تفعل شيء تجاه داعش أو أي ميليشيا أخرى في المنطقة من دون هذا الدعم الأمريكي، ناهيك عن وجود الأسلحة المتطورة بأيدي هؤلاء بتدريب أمريكي. ونذكر هنا ونذكر بوجود الأسلحة المضادة للدروع التي أعطتها أمريكا لهذه الميليشيات، وهذه الأسلحة يعني كثير من دول الناتو لم تزود بها إلى اليوم. طيب دكتور، في هذا الإطار، هل ترى أن الولايات المتحدة التي تدعم ميليشيا سوريا الديمقراطية يعني تريد أن ترسل رسالة من خلال هذا التقدم، ولمن؟ يعني هي لا ترسل رسالة في الحقيقة، هي تعلن. نعم. يعني لا ترسل رسائل رمزية أو سرية، وإنما تعلن أن هذه الميليشيا هي في حماية أمريكا وأن الدعم الأمريكي لهذه الميليشيات مستمر حتى مع صدور تصريحات الانسحاب التي هي تصريحات مخادعة أصلا. والخداع اليوم يعني يكشف بشكل أكبر عندما تطلب أمريكا من الدول الأوروبية أن ترسل يعني المزيد من القوات، لأن هناك قوات أيضا تابعة للاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية، لتبقي أمريكا يعني أفراد وعسكريين في المنطقة، وكل العسكريين أصلا هم 2000 مقاتل أمريكي. فلذلك أمريكا مخادعة بتصريحاتها، وما يجري على الأرض مخالف ما صرح به ترامب. يعني ما تفضلتم به عن يعني ترامب يتجه لطلب إرسال قوة أوروبية إلى سوريا، سؤالي هنا، هذه القوات هل ستكون بديلة عن القوات الأمريكية دكتور؟ بلا شك أن الأمريكان يقودون كل العمليات وكل ما يجري في تلك المنطقة في شمال شرق سوريا بشكل مباشر. لا ننسى أن هناك أكثر من 5 قواعد أمريكية قريبة جدا من الحدود السورية في العراق، وهذه القواعد العسكرية يعني لا تحتاج الطائرات لنقل الجنود أو حتى لضرب أهداف إلا لدقائق لتكون في أي منطقة داخل المناطق التي يمكن أن تنسحب منها أمريكا. هذا أولا. أمر الآخر، يجب علينا أن نلفت الانتباه إلى وجود مرتزقة. نعم. مرتزقة أغلبهم من أوروبا، مرتزقة بلباس ربما قوات قسد أو حتى بملابس خاصة ككوماندوز، موجودين وموجودين بالمئات. فلذلك هؤلاء موجودين وقد ازداد عددهم بتسهيل من الدول الأوروبية ومن أمريكا. دكتور، من المنتظر أن يلقي ترامب كلمة بشأن سوريا، كيف تتوقع هذه الكلمة؟ هل سيتخذ ترامب ربما مواقف معينة في هذا الشأن؟ يعني هو لن يخرج عن ما قاله في السابق، وما قاله في السابق فيه كل شيء، يعني فيه تناقض، فيه كل شيء، فيه تطمين لتركيا وفي نفس الوقت فيه تحذير لتركيا من المسار في قوات قسد، فيه أمر الانسحاب وفيه أيضا التلميح بأنه قوات أمريكية سيبقى بعضها في سوريا. يعني لن يجاوز ذلك الأمر. ترامب في الحقيقة محترف بيع تصريحات، يبيع تصريحات، ربما الخليج في بعض الأحيان وربما
لتركيا في بعض الأحيان ليخدعها وهكذا، يعني يبيع تصريحات. وأنا أعتقد أن الدولة العميقة في الولايات المتحدة هي التي تمضي سياسات شبه ثابتة إن كان في الشمال السوري أو كان حتى في العراق. من اسطنبول رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي، شكرا جزيلا لكم.